موجود كل يوم اربع وكل يوم اربع يعني بيعمل لنا مجموعه من الاكل. وصديقتي المنورانا النهارده ضيفتنا العزيزه ريهام موجوده، وريهام عامله زي حالتي ملهاش في المطبخ، فاحنا الاثنين قاعدين بنتفرج على محمود. محمود ازيك يا محمود؟ نورتي المطبخ. ميرسي يا حبيبي. والاستاذه ريهام طبعا منوره المطبخ بنوره. بسلم عليك وبسلم على كل اللي بيتفرجوا علينا. النهارده انت عامل لنا مطعم فرنساوي، يعني مش فرنساوي قوي بس الاكل بسيط وهتعمليه وستايل وستايل كده. عامل لنا الاول الريش، عامل ريش وعامل ريش ضاني معاها سبانخ وهتعجبكم جدا بسبب. وعامل كمان بلح البحر. غالي بلح البحر ده يا محمود؟ لا مش يعني غالي. الكيلو بكام يا محمود؟ بصي هو الباكيت 350 جرام بحوالي 28 جنيه. ربنا يكرمك. كنت لسه هقولك ب 30 جنيه بس انا بجيبيه ب 30 جنيه يعني متوفر للناس. انت عارف انت عامل حاجه من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، بلح البحر. التتبيله بتاعته هتعجبكم جدا. عشان ده بس نبقى قايلين ان ده حاجه متوفره بالظبط. هتقولي ايه الاول؟ مقادير هنعمل بلح البحر الاول. يلا بلح البحر مقاديره، انا بحتاج حوالي نص كيلو بلح بحر مع اربع فصوص ثوم وليمونه وقطعة جنزبيل فريش، ليمونة سليمة وقطعة جنزبيل فريش وطماطميتين ومعلقتين عصير ليمون وبصلتين خضر ومعلقتين شبت وتلاتة فلفل حار، طبعا اللي حابب يزود يزود، وملح وفلفل ومعلقتين زيت. يلا كده بقى نبدأ. قول بقى ايه يعني؟ ادي بلح البحر ده. بلح البحر وعامل فلفل وليمون وشبت. بصي في الكبة دي بتحطي ليمونة وتحطي حتتين الجنزبيل، الليمونه بقشرها وتحطي كمان البصل الاخضر. كويس. انت مالكيش في المطبخ؟ لا يعني بعرف شويه. ايه بقى اكتر حاجه بتعرفيها شويه؟ عندي مشكله، انا ما بعرفش اطبخ الاكل اللي بحبه. أوكي. اللي ما بحبوش ما بطبخوش لاني مش هدوقه وانا بطبخه فيطلع وحش. لا بحب المكرونات، الحاجات اللي اتخن كلها بحبها. اوكي. وانا كمان معاكي. اذا حطينا بصل وثوم وجنزبيل وليمون، وناخد اتنين من الفلفل الحار ده كده وكمان مع الطماطم. طماطم ناقص لك الشبت وورقتين شبت. اوكي كويس. وعصير الليمون. هنخلي عصير الليمون واحنا بنحطه على النار. هجيب بس الملح والفلفل. اوكي. نحط شويه ملح. انت هتعمل هنا الموس هنا في الحله؟ في الحله. اوكي. هحطها لك على النار. هنحط كده ملح وشويه فلفل وبعدين نضرب دول كويس في الخلاط مع شويه زيت. اوكي كويس. الزيت عشان يمشيها، معلقه زيت صح عشان تتعمل. هي هتمشي. يعني في كبه بتحتاج اللي يمشيها وفي كبه لا. اوكي. فدي لا دي هتبقى كويس قوي. دي كبه الشيف محمود. طيب هو ده يا شيف محمود ده الصوص بتاع البلح البحر؟ بتاع بلح البحر بس. هتحط بقى بلح؟ لا ما هو احنا بنحط ده الاول. ليه هو مش لازم ياخد خضه؟ لا مش لازم، مدام فاكك وفريش مش لازم. بصي بتاخدي ده كده. اوكي. وناخد المعلقه دي ونحطهم نحط هنا ده بقى عامل زي المعجون شويه. زي المعجون شويه. بنحط معلقه زيت بس. تمام. وبعدين بتقوم حاطه حطي الحاجات الحلوه دي، الجنزبيل مع الشبت مع البصل. اوكي. مجرد ان الروايح بتاعته هتطلع تبدا تطلع. اوكي. تعملي ايه بقى؟ انا هروح اعملها النهارده. تحطي شويه ميه صغيرين. اوكي. كده تمام. وتاخدي بلح البحر ده تحطيه كده ده على طول سريع. ليه ما قلبش؟ هيستوي مع البخار بتاع الكلام ده. هنقلب في الاخر مع عصير الليمونه دي عليه كده واقفل عليه. وهنحط حاجتين كمان، شبت شويه شبت اخضر على الوش وكام قرن فلفل حامي. ما تزودش يا محمود اللي حابب ياكله. لا ده مش هيأثر. مش هيأثر. لا يا محمود. طب واحد بس. اتنين حط اربعه حط يجي سته اهو قفلنا عليها. سيبيه بقى ده هيستوي. طيب. على ما نعمل الريش. الريش نقول مقادير الريش. كل اللي محتاجه اربع ريش ضاني مع ثلاثة عود عشب الليمون الليمون جراس مع عودين روزماري اخضر وسبانخ فريش ومعلقتين زيت زيتون ومعلقه زبده وملح وفلفل وجوز الطيب وربع كوبايه ميه وفصين ثوم. طب انت بتتبل دي؟ بصي احنا بنعمل ايه بقى؟ هو عشب الليمون ده بنلاقيه بسهوله يعني اللي بقى متوفر جدا. أوكي. باين اهو. لا ده روزماري. ده بيستخدموه اكتر بتهيألي في الاكل الصيني الطعم المزز اللي فيه. بتقطعه فيه؟ بتقطعه؟ لا ما بقطعوش. بصي انا هوريكي بعمل ايه. اول حاجه بنعملها هنا بنرش على التتبيله على دي شويه فلفل. أوكي. وشويه ملح وناخد المبشره ونبشر جوزة الطيب شويه من جوزة الطيب كده. استنى بقى. برافو عليكي. حط ملح وفلفل. استنى بقى. ايوه ساعديني انا ماسكه اللحمه بايدي اهو. سلام. شوفت. يا سلام.
اوكي ملح وفلفل. خليها 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 في قطع هنا. لا عشان وقعت على الارض بقى خليها. اوكي في نص نبي عربي. اوكي الحمد لله. ايوه هاتي هاتي. برافو عليك برافو عليك كده. ونحط شويه فلفل هنا كمان على الوشين على الناحيتين على الناحيتين. وكل اللي بنعمله بناخد الزبده والزيت ونيجي هنا نحط الزيت الاول معلقتين زيت زيتون مع مكعبين زبده. معلش الزيت مع الزبده عشان ما تتحرقش عشان ما تدي طعم حلو. برافو عليكي انا احفظ بس وبتدي طعم حلو قوي. وناخد الريش نحطها كده كويس تتشوح تتشوح تمام. وبعدين ثلاث اربع فصوص ثوم دول معاهم معاها مش مبشورين صحاح زي ما هم سلام كويس. وبعدين نبدا نحركها كده حاجه بسيطه. اول ما الزبده تاخد من ريحه الثوم نركن الريش كده على جنب عشان ننزل السبانخ. نعمل كده في الحته الفاضيه دي صح؟ ناخد السبانخ. برافو عليك يا مفيده طبعا عشان ده كله يبقى من ريحه واحده. ناخد السبانخ نحطها هنا اوكي كويس. السبانخ ما بتاخدش اكتر من 30 ثانيه كويس. نحط عليها رشه دول بقى يا شيف ملح. ما انا هقول لك دلوقتي جايين لها. اول ما نطلع بالسبانخ دي هنيجي للجزئيه الحلوه بقى اللي بتدي ريحه وطعم حلو للريش. طبعا شوحت سريع للسبانخ اهي. السبانخ طبق التقديم بتاعنا ده هنحطه هنا كده اوكي. وناخد السبانخ مجرد ان هي اتشوحت اديها شويه تشويحه كمان هتدبل هي دي كانها سلطه يعني جنب جنب الاكل يعني خضار واخده من الصوص خضار من الخضار اللحم. كويس كده كويس. الناس مش متخيله الريحه حلوه قد ايه. وبعدين ناخد الطماطم الشيري نحطها كده. انا بس اشوف ده كمان ايوه اديله تقليبه اشوف على التقليب. انا هاكل من الطبق ده ده هيعجبك وده كمان هيعجبك. ده حد غير انا وريم مش ريم ضيفتي. بصوا بقى انا وصاحبتي بقى هناكل النهارده ماشي بالهنا والشفا. بصوا بقى عشان توصلوا لريحه حلوه وطعم حلو في الريش دي بتعملوا ده اللي انا هعمله دلوقتي. ايه بقى؟ تاخدوا الروزماري عود كده ونقطعه زي ما انت علمتنا. لا او زي ما هو سليم هنخليه هنا كده ندهن بيه الريش كويس okay. وناخد العشب بتاع الليمون ده كويس في الجزء ده مليء يعني الله ريحه الريحان. برافو عليك طبيعي. بصي ممكن ناخد دي ريحه شميتي ناخد دي ريحه الروزماري. لا ناخد حاجه كده بصي الريحه دي شمي ريحه عشب الليمون كويس كده. هنحط دول هنا كده ونحط معاهم شويه ميه يبداوا يطلعوا الريحه الحلوه. العشب الليمون ده لو ما خبطناش عليه كده مش هيطلع العصاره الريحه اللي جواه. كويس كده حلوه. انت فعلا محسسني في مطعم فرنساوي يعني. والموضوع بسيط في الطبخ يعني انتوا بس اشتروا المكونات والطبخ مش هياخد معاكوا اكتر من خمس دقايق. طب وهي الريش استوت؟ انت حسب السوى اللي انت عايزاه، انت عايزاها ازاي؟ عايزاها ميديم؟ لا ويل دون. ويل دون، اوكي، يبقى هنسيبها شويه. لا ما ضفتها، انا مش مهم. لا لا هدوق ما تلاقيش. عايزه ايه ويل دون ولا اي حاجه؟ طيب بصوا انتوا خدوا الريش زي ما هي كده ونروح لطبق التقديم. الله كده هنا على الاخضر. يعني كل فرد كفايه عليه قوي قطعتين يعني ما مش كتير كويس كده تمام. مش كتير ايه على اساس انا وريهام يعني كل فرد ياخد قطعتين مش يعني هاخد قطعه ماشي كويس كده ماشي. وعود الروزماري ده يدي شكل حلو الله. مع قطع الطماطم وشويه من الصوص. وده خلاص استوى كده ولا ايه؟ ده استوى خلاص ما بياخدش اكتر من كده. انا عايز اوريكي بقى ده هنقدمه ازاي. المول او البلح البحر. بلح البحر كده. ونيجي هنا كده نحط بس شويه شبت في الطبق بيطلعوا ريحه حلوه يعني okay. مع السخونيه بيطلعوا ريحه حلوه. نحط دول كده بالهنا والشفا. الله بالهنا والشفا. قد ايه الطبق سهل وبسيط كله جاع والطبقين لا وخلص في مفيش في مفيش
بس اشتري الحاجه المظبوطه مع المكونات المظبوطه. بشكرك يا محمود، ميرسي جدا، ميرسي نورتوني، نورتي، ميرسي يا مفيدة، وانا بشكرك حقيقي على الاستضافه، علينا حبيبتي، نورتي جدا جدا. بشكركم ونشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي، واستنى مع فرشي جديد.